تيشيرت الاهلي كبير افريقيا الرحيل، هي دي كانت هتافات الاهلي او جمهور الاهلي النهارده بعد التعادل مع سان داونز 2-2. حزن قوي جدا باين على كل جمهور الاهلي بعد نهايه المباراه بالتعادل مع سان داونز بنتيجه 2-2 في مباراه قويه جدا على ارضيه استاد السلام. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء الناري جدا النهارده، واللي كل جمهور الاهلي استقبل حراسه الثلاثه كده بالهتافات القويه جدا، استقبال وهتاف قوي للشناوي ولكل حراس الاهلي النهارده علي لطفي ومصطفى شوبير قبل بدايه المباراه، بداوا يتجاهلهم وبداوا يحييهم من قبل بدايه المباراه، وبدا يكون في بقى استقبال خاص النهارده للجندوسي لاعب الاهلي الجديد اللي بدا يتجاهلهم وبدا يحييهم كده وبدا يرد لهم التحيه، وبدا يكون في هتاف خاص من كل جمهور الاهلي النهارده لعدد كبير جدا من كل لعيبتهم اللي هتفوا لهم وحيوهم بشكل قوي جدا على راسهم يعني طاهر ومعلول وديانج وكل اللعيبه اللي بداوا يتوجهوا لهم وبداوا يردوا عليهم التحيه النهارده قبل بدايه المباراه. كان باين التركيز جدا على مستر كولر اللي واقف وبيتابع عمليات احماء لاعبي الاهلي، وكان باين بقى برده متابعه عمليات الاحماء للاعيبه الاهلي دي على يعني المسؤولي او جهاز سان داونز اللي كانوا واقفين وبيتناقشوا في تكتيك لاعبي الاهلي وفي احماء لاعبي الاهلي النهارده قبل بدايه المباراه. لكن خليني اقول لكم يعني النهارده جمهور الاهلي النهارده من اول لما دخل المدرجات هو بيهتف بشكل كبير جدا افريقيا اهلي، ويعني يعني هتاف دايم ومطالبه دايمه كده من جمهور الاهلي النهارده للاعبتهم بافريقيا. لكن خليني اقول لكم اللي من اللحظات الاولى وجمهور الاهلي ما بيبطلش هتافات في المدرجات وما بيوقفش هتاف في المدرجات، هتاف دايم ودعم دايم من كل جمهور الاهلي وكل لاعبتهم من اللحظات الاولى لحد اخر لحظه كده في اللقاء النهارده. باين التفاعل وباين الغضب والقلق على المدير الفني لسان داونز اللي واقف بشكل دايم وبشكل مستمر وبيتكلم وبيبدا يرجع لدكته وبيبدا يتكلم معاهم اكتر من مره. مستر كولر باين عدم الرضا على اداء التحكيم النهارده وبينفعل بشكل قوي جدا وبيبدا يظهر عليه الغضب القوي جدا. بدا يتعرض النهارده احد مشجعي النهارده النادي الاهلي لعمليه اغماء اثناء المباراه كده، وبدا على طول الجمهور المتواجد يطالب المسعفين اللي هم يتوجهوا لهم، وفعلا بداوا يتوجهوا وبداوا ياخدوا كده يعني لا يعني مشجع الاهلي وبداوا يتوجهوا بيه لعربه الاسعاف على طول. لكن خليني اقول لكم ان النهارده طبعا اول لما جه بقى جون اول لسان داونز في الشوط الاول بدات الصدمه الكبيره تظهر على جمهور الاهلي اللي غضب بشكل كبير جدا واللي انفعل بشكل قوي جدا بسبب احتفال لعيبه سان داونز قدام مدرجات النادي الاهلي، وبدا يكون الغضب واضح على كل جمهور الاهلي اللي متواجد في المدرجات، واللي بدا بقى الغضب ده ينتقل لدكه الاهلي واللي بدا يظهر الانفعال على كهربا وعلى اكتر حد من لعيبه الاهلي اللي انفعلوا وبداوا يعني يعترضوا ويكلموا حكم الرابع اللي يقولوا له يعني اللي ما ينفعش ان اللعيبه تروح تستفز الجمهور بالاحتفال قدام الجماهير. السعاده طبعا واضحه على كل دكه سان داونز اللي احتفلت بشكل كبير جدا واللي احتفلت بشكل قوي جدا. لكن خليني اقول لكم يعني اللي بدا على طول كهربا النهارده بقى يواسي محمود متولي، اول لما محمود متولي بدا يخرج مصاب كده وبدا يمسك الخلفيه بتاعه الشوط الاول، اول لما تم انتهائه كده بدا كل جمهور الاهلي يهتف لعيبته يعني افريقيا اهلي، وبدا على طول يعني يهتف لهم النهارده مفيش على الوش العب كوره ودوس على الوش، وبدا على طول يكون في دعم وبدا يكون في هتاف قوي جدا من كل جمهور الاهلي لكل لعيبتهم النهارده. الشوط الثاني الجمهور بيهتف من اللحظات الاولى وبيبدا يدعم اللعيبه كده بهتاف العبوا الله يخليكم جمهوركم بيناديكم، وبداوا يهتفوا لهم اكتر من مره كده افريقيا اهلي دعم كبير وهتاف قوي من كل الجمهور لكل اللاعبين النهارده، اللي بدات بقى السعاده القويه جدا تظهر على كل جمهور الاهلي النهارده اول لما يعني احرز الاهلي هدف التعادل، واللي بدا الكل يحتفل بشكل كبير جدا وبدات السعاده تظهر على الجميع وبدا الكل يظهر عليه الارتياح والسعاده الكبيره جدا، وبداوا على طول يدعموا لعيبتهم بهتاف يعني من الثالثه شمال اللي بداوا يهتفوه وبداوا يدعموه بشكل كبير جدا. لكن خليني اقول لكم اللي قبل هدف التعادل كان في ركله جزاء للاهلي، وبقى يعني كان الغضب والحزن القوي جدا واضح على كل بدلاء الاهلي اللي صدق يعني واضح عليهم الصدمه الكبيره جدا بعد اهدار ركله الجزاء. الكل كان باين اللي هو غضبان جدا والكل كان باين اللي هو حزين جدا. لكن خليني اقول لكم اللي بعد هدف التعادل بدا يكون في اجراء يعني تغيير كده للاهلي، وبدا على طول يكون في استعانه بمحمود كهربا اللي بدا يقف معاه كابتن سامي قمصان وبدا يوجهه له بعض التعليمات الفنيه في قبل نزوله للمباراه. يعني الجمهور كان بيهتف بشكل دايم وكان بيدعم لعيبته بشكل مستمر، باين بقى القلق وباين التوتر على دكه سان داونز اللي بدا المدير الفني اكتر من مره كده يقعد على الارض وبدا يظهر عليه القلق الكبير جدا، بدا يقوم اكتر من مره وبدا يزعق لعيبته يعني بشكل مستمر كده اكتر من مره. مستر كولر واقف وبيتفاعل بشكل كبير جدا وبيبدا اكتر من مره كده يقف ويتكلم مع مساعدينه على الدكه. لكن خليني اقول لكم بقى الاول لما جه جون تاني الاهلي احرزه حسين الشحات كده سعاده هستيريه وضحت على كل جمهور الاهلي وعلى حسين الشحات اللي بدا يتوجه بقى وبدا يحتفل مع جمهور الاهلي وبدا يحتفل على طريقه مؤمن زكريا كده، وبدا يظهر عليه السعاده الكبيره جدا والاحتفال الكبير جدا على حسين الشحات اللي بدا بقى يدخل يعني في بكاء كده وبدا على طول يحط التيشيرت على وشه، وبدا كل لعيبه الاهلي تروح وتحضنه كده وتهنيه بهدف التاني النهارده في سان داونز اللي كل سعيد والكل بيحتفل في المدرجات. السعاده واضحه
صحه على كل لعيبه الاهلي اللي بتحتفل بشكل كبير جدا، واللي بدا كل لعيبه وكل يعني جمهور الاهلي يهتف للعيبه بشكل قوي جدا. طبعا القلق والغضب بقى بدا يظهر على المدير الفني لصن داونز اللي ارتاح بشكل قوي واحتفل احتفال هستيري بعد الجون الثاني لصن داونز في الاهلي وهدف التعادل. بدا على طول يجري على لعيبته وبدا يحتفل مع لعيبته وبدا على طول يعني يحضن كده ويعني الجهاز الفني بتاعه اكتر من حد من الجهاز الفني بتاعه. السعاده واضحه على الجميع، الكل باين اللي هو مبسوط النهارده من كده صن داونز بعد الهدف الثاني. لكن خليني اقول لكم ان محمود متولي بقى بدا يقوم وبدا يقف كده وبدا يطالب لعيبه الاهلي بالتركيز اكتر وبدا يدعمهم كده ويطالبهم ان هم يرجعوا. بدا على طول جمهور الاهلي بقى يطالبهم في المدرجات بالتركيز اكتر واكتر وبدا يعني يقول لهم افريقيا يا اهلي، وبداوا يهتفوا لهم اكتر من مره كده جمهوركم بيناديكم العبوا الله يخليكم، وبدا يهتفوا لهم افريقيا يا اهلي وبدا على طول يطالبهم بالتركيز وبدا يطالبهم بمحاوله العوده والخروج بنتيجه ايجابيه بالفوز على صن داونز النهارده على انديه استاد السلام. لكن طبعا اول لما انتهى اللقاء حزن وصدمه كبيره جدا واضحه على كل لعيبه الاهلي اللي بدا قفش على طول يجري كده ويغادر ارضيه الملعب اول لما انتهى اللقاء، وبدا بقى الحزن القوي جدا يظهر على كل لعيبه الاهلي اثناء مخادرتهم كده وخروجهم من ارضيه الملعب. الكل باين اللي هو حزين والكل باين اللي هو متضايق جدا من التعادل النهارده. جمهور الاهلي بقى بدا يهتف كده في المدرجات تيشيرت الاهلي كبير افريقيا يا الرحيل، وبدا على طول يظهر الحزن طبعا والغضب القوي جدا على كل جمهور الاهلي اللي قاعد في المدرجات باين اللي هو متضايق وباين اللي هو يعني غضبان جدا من النتيجه النهارده. طبعا المدير الفني لصن داونز بقى هو اللي بدا يتوجه كده لمستر كولر وكل دكه الاهلي وبدا يصافحهم وبدا يوجه لهم التحيه بعد نهايه المباراه. السعاده واضحه على كل لعيبه صن داونز اللي بدات على طول تسلم على بعض وبدات تحتفل مع بعض كده وبداوا يحضروا بعض وبدا يظهر عليهم السعاده القويه بالاحتفال المدير الفني بالتعادل. يعني المدير الفني لصن داونز واضح اللي هو سعيد وواضح اللي هو مبسوط جدا بالتعادل النهارده قدام الاهلي، الكل بيغادر وهو يعني مبسوط كده في صن داونز والكل بيغادر وهو حزين النهارده بيرستاو، واضح اللي هو غضبان جدا واضح اللي هو حزين جدا اثناء خروجه. لكن خليني اقول لكم بقى اللي طبعا جمهور النهارده كل جمهور الاهلي بيغادر في حاله هدوء بقى بعد رسالته وبعد الهتاف اللي هتفوه لعيبه الاهلي وهي يعني تيشيرت الاهلي كبير افريقيا الرحيل. الكل بدا يغادر في هدوء تام من المدرجات والكل باين عليه الحزن الكبير جدا. نامل ان شاء الله الاهلي يقدر يرجع في المباراه القادمه ويحسن وضعه في مجموعه ان شاء الله في افريقيا، وده اللي نامله برده للزمالك اللي تعثر النهارده قدام الترجي. يعني ان شاء الله يكون في توفيق للفرق المصريه في البطوله في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في المباراه القادمه، وباذن الله يقدروا يصعدوا من دور المجموعات.